بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. مرحبا بكم أبنائي الطلاب في دروس مادة العلوم للصف الثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول لهذا العام. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم ونستفيد مما نقول. درسنا الأول هو أعمل كالعلماء. ماذا يعمل العلماء؟ لدينا مفاهيم لابد أن نتعرف عليها. هذه المفاهيم هي الاستكشاف والاستقصاء. العلماء يستخدمون مهارات علمية متعددة أثناء عملهم. هذه المهارات كذلك نستطيع نحن أن نستخدمها. لو أخذنا أمثلة على هذه المهارات كما مهارة الملاحظة، ما المقصود بملاحظة مهارة الملاحظة؟ المقصود بها تفحص الأشياء بدقة، ثم بعد ذلك أقارن هذه الأشياء ببعضها البعض من خلال أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بينهم. نرى مع بعض في هذه الشريحة، كما قلت سابقا، أن العلماء يستخدمون مهارات متعددة. من ضمن هذه المهارات أوجه الشبه والاختلاف. هذان كائنان بينهما أوجه تشابه وأوجه اختلاف. هذا طائر عدد أرجله 2 يكسوه الريش. هذه حشرة عدد أرجلها 6 أرجل وجسمها يتألف من 3 أجزاء. هذه نقاط اختلاف ما بينها. كلاهما يتشابهان بأن لهما أجنحة يستخدمانها في عملية الطيران. بعد ذلك العلماء وجدوا طريقة لتصنيف الأشياء، التصنيف أو وضعها في مجموعات حتى تسهل عملية دراستها. الحشرات، الطيور، كل واحدة منها تنتمي إلى مجموعات مختلفة. بعد ذلك يعمل العلماء على تسجيل البيانات التي تسمى الحقائق، طبعا بعد عملية الملاحظة، ثم يتم ترتيبها وتنظيمها، ويأتي عملية الاستنتاج. والاستنتاج بمعنى أن أستعمل ما أعرفه لتحديد شيء ما. سنرى في هذه الشريحة كيف أن العلماء وجدوا بيضا بالقرب من إحدى البرك. أخذوا هذا البيض، قاسوا حجمه ووزنه وطوله وكذلك سخونة الجسم وبرودته. كل هذه عوامل تساعد في عملية التصنيف حتى أستطيع أن أعرف لأي كائن ينتمي هذا البيض. طيب، بعد ذلك يقوم العلماء بتسجيل الحقائق التي تم التوصل إليها. هذه الحقائق تسمى علميا بالبيانات. هذا مثال، أخذ بيض للسلحفاة وقيس طوله، وجد أنه يبلغ 3 سنتيمترات، وأخذ بيض للبط وقيس طوله ووجد أنه يساوي 5 سنتيمترات، وكذلك بيض للحمام ووجد أن طوله يساوي 2 سنتيمتر. من خلال هذه المعلومات أو هذه الحقائق أو هذه البيانات أسجلها، فبالتالي أستطيع أن أميز بين أنواع البيض إذا
وجد في مكان ما. أنتم كعلماء للمستقبل إن شاء الله تستطيعون أن تستخدموا البيانات والحقائق التي تتوصلون إليها عند جمعكم لها، وتتعرفون على أشياء كثيرة في الحياة. عندنا مفهوم الاستقصاء. الاستقصاء بمعنى أنني أضع خطة ثم أجربها. هذه الخطة يتم تجريبها من خلال وضع أسئلة. هذه الشريحة التي أمامكم تظهر لنا البط، وتظهر لنا السلحفاة، وتظهر لنا الحمامة. هل يمكن أن تنتج أي بيض وضعه في الحيوان من هذه الحيوانات؟ نعم، إذا تذكرت ما قيل في الشريحة السابقة التي أخذ فيها أطوال البيض، بيض السلحفاة وبيض البط وبيض الحمام، أستطيع إذا وجدت البيض أن أميز أن هذه البيضة تعود إلى البطة، والبيضة الأخرى تعود إلى السلحفاة، والبيضة الأخرى تعود إلى الحمام. هذا كله يتم من خلال عملية الاستقصاء. ثم كما ذكرنا سابقا نستخلص النتائج. إذا الاستقصاء يتم من خلاله تعلم أشياء جديدة، من خلال أني أضع خطة ثم أجرب هذه الخطة، ثم أطرح أسئلة وأتوقع إجابات لها. يمكن أن تستخدم عملية الاستقصاء في حياتك، في دراستك، أن تضع خطة لك ثم تطرح أسئلة ثم تتوقع إجابة لهذه الأسئلة. عندما تجيب على هذه الأسئلة ستعرف صحة إجابتك من عدم صحتها. كذلك قد تجرب إعادة الخطة مرة أخرى حتى تتأكد من صحة الإجابات التي ذكرتها. سنرى في هذه الشريحة أبو دنيبة والضفدع الصغير، وهذه الصورة التي سنسأل عليها سؤال: ماذا أن تتوقع يكون شكل الضفدع الصغير عندما يكتمل نموه؟ إذن في بداية حياته يسمى أبو دنيبة، وجود الدنيبة الصغير، ثم ينمو ويكون ضفدعا صغيرا ولكن لا يزال يحتفظ بذيله. في الأخير أو عند اكتمال نموه، ماذا تتوقع أن يكون شكل هذا الضفدع؟ ضع في مخيلتك، فكر، حاول أن تصل إلى إجابة فتصل إليها إن شاء الله. عندما يستخلص العلماء النتائج فإنهم يستخدمون الملاحظات ويستخلصونها، وبالتالي يتبادلونها مع علماء غيرهم لتعم الفائدة. أبا دنيبة يعيش في الماء حتى تنمو أرجله ثم يقفز إلى اليد. إذن يعيش في الماء ثم تنمو أرجله ثم يقفز إلى اليد. إذن تستطيع أن تتخيل كيف سيكون شكل الضفدع في اكتمال نموه. عملية تواصل العلماء مع الآخرين اللي هم العلماء في بقية العالم، يتم من خلال نقل الأفكار، تنقل الأفكار من خلال الكتابة أو من خلال الرسم أو من خلال التحدث، والتحدث يتم فيه التعبير عن الأفكار وما هي النتائج والبيانات التي تم التوصل إليها ومناقشتها، ثم تكون كمرجع للعالم أجمع. سنرى في الشريحة
ماذا حدث للضفدع أصلا؟ انظر، في بداية حياته يسمى أبا ذنيبة، له رأس وذيل، ثم أصبح ضفدعا صغيرا، تكونت له أرجل، ولكن ما زال يحتفظ بذيله، ثم بعد اكتمال نموه أصبحت له أرجل أمامية قصيرة وأرجل خلفية طويلة، ولكن الذيل قد اختفى. إذا في بدايته كان يسمى أبو ذنيبة، لا يوجد له إلا رأس وذيل، ثم تكونت له أرجل، ثم بعد ذلك عندما اكتمل نموه تكونت له الأرجل القصيرة والأرجل الطويلة، ولكن الذيل اختفى. إذا النتيجة النهائية، ينمو للضفادع أرجل وتستطيع القفز على اليابسة. ينمو للضفادع أرجل وتستطيع القفز على اليابسة. إذا في بداية حياتها تكون في الماء، ثم بعد نمو أرجل لها تبدأ بالقفز على اليابسة. أنتم يا علماء المستقبل تستطيعون أن تمتلكوا هذه المهارات، مهارة الاستكشاف ومهارة الاستقطاع، ثم تصلون إلى نتائج جيدة جدا إن شاء الله تفيدكم في مستقبلكم. هذا درسنا الأول إن شاء الله، لنا لقاء في دروس أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.